مصطفى عبد بكر التونسي معلم من الفاشر، أصبت يعني طبعا نتيجة ضربة بنزيف كان في مجرى البول، والمسألة دي في السبعينات، وكنت بعاني من حرارة بول. عرفت انه في قافلة طبية جاية من برا السودان تبع الهلال الأحمر القطري، فجيت وقابلت الدكتور عبد الله، هو قطري ومعه مجموعة من الأطباء السودانيين، بعد ذاك هم حياخذوا من غشاء الفم وبيعملوا بها روعة لمجرى البول، ودي ممكن يعني تستمر 10-15 سنة بدون متاعب وكذا. أمس تمت العملية بنجاح تام والحمد لله، يعني أنا حسي بحالة صحية جيدة جدا، يعني حتى العملية أنا حتى في السودان إذا كان عايز أعملها كان تكلفتها بما لا يقل عن 80 مليون جنيه سوداني، والحمد لله يعني بشكر جمعية الهلال الأحمر القطري اللي وفرت لنا العملية دي مجانا بكل العلاجات وأي حاجة، نحن بنشكرهم الشكر الجزيل وربنا يجزي عنا خير الجزاء، وأخص بالشكر الدكتور عبد الله النعيمي وكل الطاقم الطبي المعاون من السودانيين، ونتمنى إنه يعني عملهم الخير الكبير ده يتواصل يعني باستمرار، وربنا يجزي عنا خير الجزاء.